جدا هتحبوها وتعجبكم. اول وصفه هنعمل كوبيبه البطاطس. بصوا بقى سهله ولذيذه جدا جدا. شويه بطاطس مسلوقه ومهروسه، معانا حبه لحمه مفرومه متعصجين كده من اللي احنا بنعملهم ونحطهم في الفريزر وقت الزنقه، وهنعمل احلى كوبيبه يا جماعه، طعمها لذيذ وخطيره. والوصفه الثانيه هنعمل خليه النحل بالشوكولاته، عجينه سهله جدا جدا تحفه، هنحشيها شوكولاته قابله للدهن، وهقول لكم بقى نعمل فيها ايه، مش قادره اقول لكم. تبقى وصفه لذيذه جدا، والعيال وهم بيذاكروا كده كل واحد ياخد له كده كوره من خليه النحل او يتغذوا شويه ويركزوا في المذاكره، وان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم. فاصل بسرعه جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل اول حاجه كوبيبه البطاطس، خليكم معانا. انا جيت، يلا نعمل اول حاجه كوبيبه البطاطس. وصفه يا جماعه لذيذه جدا جدا هتعجبكم قوي. ايه بقى القصه؟ انا معايا بطاطس مسلوقه ومهروسه. كميه البطاطس قد ايه؟ اي حاجه براحتك. عايزه تعملي ان شاء الله بطاطايتين مفيش مشكله ابدا، هنسلقهم وهنهرسهم، والحشوه هتبقى لحمه مفرومه متعصجه بالطريقه العاديه اللي احنا بنعملها زي ما بنعمل مكرونه البشاميل ولا الرقاق، مفيش مشكله. بتبقى بصلايه بتاخد لها لون خفيف كده على في الطاسه، ننزل باللحمه المفرومه، ملح وفلفل، رشه خفيفه من جوز الطيب، ممكن نحط كمان معلقه من معجون صلصه الطماطم وبس، وتبقى اللحمه متعصجه معانا وخطيره، والبطاطس مسلوقه ومهروسه وزي الفل اهو. هنحط بس توابل بقى، ملح وفلفل، رشه خفيفه جدا من الكمون، رشه برده من البابريكا، معانا كمان معلقه صغيره من الكاري، وهنحتاج رشه خفيفه جدا من الشطه. الشطه هتعمل طعم لذيذ كده من بعيد، فاهمين؟ من غير ما نحس انها مشطشطه قوي، هتضيف طعم خفيف وبتخليها تحفه. واخر حاجه معانا شويه بقسماط، بقسماط ناعم بقى، والبقسماط اللي هو بتاع الفراخ البانيه خطير، هندحرجها بطاطس مسلوقه ومهروسه عليها ملح وفلفل، رشه شطه، رشه كمون، معانا كمان رشه من الكاري، تمام. وانا بحاول اظبطها اهو عشان تبقى شبه الكوبيبه، ولحمه مفرومه متعصجه عادي خالص، حشينا بيها الكوبيبه اهو بالشكل الخطير ده اهي، ومعانا بقسماط هندحرجها كده في البقسماط. البقسماط هتلاقيه مسك عليها على طول، ولا محتاجه بيض ولا محتاجه اي حاجه كده اهو بشكلها الحلو ده، ومحتاجه بس زيت سخن يفضل، ويبقى حاجه لطيفه منك يعني واخلاق عاليه قوي لو دخلتيها الثلاجه بالشكل ده لمده بس 10 دقايق، هتفرق جدا معاكي وهي بتتحمر، تمام. ويبقى الزيت سخن هتاخد لون خفيف بس وخلاص، وهتلاقيها تحفه، مش محتاجين ان احنا ايه حاجه منها تستوي ولا حاجه، لان البطاطس اصلا مستويه واللحمه المفرومه مستويه، مفيش حاجه. هنحطها كده في الزيت زي ما انتم شايفين تتقلي كده وتتحمر وتاخد لون ذهبي خفيف، ونطلعها على طول على مناديل مطبخ زي الحلوه اللي هناك دي اهو.
يا أستاذة سمر مخرجة بقى الخطيرة بتاعتنا. أيوة بصوا حلاوتها ولذيذة. عايزين كمان تحطوا مع اللحمة المفرومة شوية جبنة مثلا موتزاريلا أو جبنة شيدر أو حتى جبنة رومي. عايزين تحطوا مع اللحمة المفرومة بسلة وجزر فلفل ألوان براحتكم، بيطلع طعمها لطيف جدا جدا. إن شاء الله تعجبكم وتجربوها بالهنا والشفاء. فاصل بقى بسرعة جدا، نجيب مقادير خلية النحل بحشو الشوكولاتة الحلوة دي، عجينة بسيطة قوي وسهلة جدا وهيطلع طعمه تحفة. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه، خليه النحل بالشوكولاته. وصفه خطيره، المقادير كلها سهله جدا وعجينه تحفه. ايه بقى معانا؟ 4 كوبايات من الدقيق، محتاجين دقيق يكون مكتوب عليه جميع الاغراض. حلو الكلام كده، ده سهل اهو موجود في كل حته. عايزين 4 كوبايات دقيق، عليهم رشه ملح، معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار من السكر. تمام. هنحتاج تقريبا 1/2 كوبايه من الزيت، هنحتاج برضو 1.5 كوباية من اللبن الدافي لان احنا هنعجنها باللبن. اوكي. ومعنا شوكولاتة قابلة للدهن عشان نحشيها شوكولاتة. تقدروا تبدلوا الشوكولاتة القابلة للدهن دي بالحلاوة، مثلا حلاوة سبريد او الحلاوة اللي بالشوكولاتة، برضو هتبقى لطيفة جدا. او تستبدلوها مثلا بمربى او بجبنة بقى لو هنقلب لحادق، فاهمين يعني اي حشوة هتنفع. وهنحتاج ندهن وش المخبوزات الحلوة دي ببيضة مخفوقة كده ومتخففة بمعلقتين من اللبن، ورشة فانيليا عليها خفيفة قوي، ومعنا شوية سمسم نرشهم على الوش وبس خلاص. وصفة جميلة جدا يا جماعة، ان شاء الله هتعجبكم. هنطلع البولة الكبيرة اهو ونحط الدقيق ونحط رشة ملح. اول حاجة بحب احط رشة الملح واضيعها كده في الدقيق، تتوه بقى كده عشان ما ترخمش عليا في التخمير. ونحط الخميرة ونحط السكر، لا انا حطيت الفانيليا قصدي مش السكر، ونحط السكر اهو ونحط الزيت كده، ومعانا لبن دافي نعجن بيه العجينة. لو عايزة تعجني العجينة بمية مفيش مشكلة، عايزة تعجني العجينة بميكس ما بين المية واللبن برضو مفيش مشكلة، كله هينفع. ممكن تحطي معلقة كبيرة كده من الزبادي وتعجني بالمية، هينفع برضو مفيش مشكلة، وهتبقى برضو العجينة حلوة قوي. انا بحط اللبن بالتدريج ولم كده العجينة عشان تتلم معايا بسرعة، وبرضو ايه ما زودش اللبن قوي، ابقى مسيطرة كده. ونعجنها بقى كويس اول ما تلم معانا بتاع 3-4 دقايق كده، عجن متواصل. اهو كده بتبقى العجينة يا جماعة بتلزق سنة. طبعا عشان حاطين فيها خميره فاحنا بنسيبها ايه تخمر شويه، اول ما بتلم معانا كده خلاص بنوقف تماما اللبن ونفضل نعجن فيها زي ما قلت لكم 3-4 دقايق كده بشكل متواصل عشان العجينه تبقى معاكي ناجحه. وبنغطيها ونسيبها تخمر ويتضاعف حجمها، تبقى جاهزه. بنرش رش دي بقى ونفردها زي ما هعمل معاكم دلوقتي. انا معايا عجينه خمرانه، هجيبها واجيب قرمه العجين واوريكم الحكاية. قرمة العجين وادي العجينة. كده عجينة لطيفة جدا وسهلة، ما فيهاش حاجة، مكوناتها كلها عندكم في البيت. رش الدقيق كده من تحت الحوض. كده اهو ادي العجينه الحلوه. قصدك ايه يا استاذه سموره هنا؟ حاضر يا فندم والله والله، عشان كله عشان الاخراج برضو.
مخرجة برضو وكده يعني. ناخد العجينة الحلوة دي، الله بصوا جميلة ازاي، خطيرة. اللي بقى كده ندخلها كده على نفسها علشان نهبط التخمير بتاعها ده اهو كده. ومعانا صينية، فين الصينية اللي معانا؟ ادي الصينية. وعايزة اجيب معلقة صغيرة او معلقة كبيرة، اي حاجة كده. الصينية الحلوة دي هنديها دهنة زيت خفيفة، او ممكن صينية بايركس، اي صينية هتنفع. دهنة الزيت دي كده هنمسحها بمنديل عشان نوزع الزيت كده بالشكل ده. وناخد بقى كورة من العجينة نفتحها كده، والشوكولاتة القابلة للدهن اللطيفة دي، وندخلها كده جوه الكورة بالشكل ده اهو. وايه بقى، نبتدي نقفل عليها كده اهو كده، ونقفل تقفيلة محترمة. وهذه أول كورة هتبقى في النص، ونعمل بقية العجينة كلها بنفس الحكاية، كور كور محشية شوكولاتة، ونرصهم جنب بعض. مش هنلزقهم في بعض، احنا بس هنرصهم جنب بعض. هي لما هنسيبها تخمر مرة كمان مثلا لمدة ربع ساعة، هنلاقي الكور كلها بقى ايه، مسكت في بعضها كده. بصوا الفرق، فرق اه. هنعمل كده ونرص بقى كل الكور في العجينه كلها، ومحشيه زي ما اتفقنا، اي حاجه تحبوها، ممكن حلاوه، ممكن مربى، ممكن جبن، براحتكم خالص. بس ايه، هي طبعا هي بالشوكولاته احلى حاجه. وبعدين بندهنها بقى ببيضه مخفوقه، عليها معلقه ولا معلقتين كبار من اللبن الحليب، ورشه فانيليا كده اهو، وبتدهن ورشة سمسم لطيفة كده من على الوش. وفرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، 20 دقيقة 25 دقيقة، هتاخد لون تحفة، وبتبقى طرية وتجنن. بصوا شكلها عامل ازاي، انا هديلكوا اهو، بصوا تجنن. وزي ما انتوا عارفين دايما اي مخبوزات انا بعملها، اول ما بتخرج من الفرن بديها طرطشة مية كده بطراطيف صوابعي، واقوم مغطياها علشان تهدى شويه، وتفضل محافظه على انها تبقى طريه، والشاي يبقى طري. واحلى بقى خليه نحل محشيه بالشوكولاته، كل واحد ياخد له كوره لطيفه كده للعشاء او وقت المذاكره، وانت عاملين لنفسك كوبايه شاي بلبن كده مع كوره، حتى انت غلبانه كوره واحده. وبالهنا والشفا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم، والوصفات كنتوا يعني شايفينها ظريفه. اول حاجه عملنا كوبيبه البطاطس، وصفه حلوه وسهله. هنحشيها شويه لحمه مفرومه متعصجه، وهي اصلا بطاطس بتاخد تحميره كده خفيفه، وممكن لو مش عايزه تحمريها في الزيت ممكن تدخل الفرن على فكره، برده في صينيه مدهونه زيت كده، ورشه برده على البطاطس دي رشه زيت، وتدخل فرن سخن درجه حراره 200 تقريبا ربع ساعه او 20 دقيقه بالكتير، هتاخد لون حلو كده زي المتحمره، او يعني تحمروها. وانا بصراحه يعني وهي محمره احلى، براحتكم برده. والوصفه الثانيه خليت نحل بالشوكولاته، وصفه حلوه جدا وسهله قوي، جربوها ان شاء الله يا رب تعجبكم. بشكركم جدا.